اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو مميز جدا، هنعرف منه احدث واحلى اسماء للبنات لعام 2021. لكل ام مستنيه مولوده جديده هتعرف اسامي حلوه قوي. تابعوا الفيديو وما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس واعملوا لايكات كتير وشير لاصحابكم. اول اسم معانا اسم مميز قوي، هو اسم لامار. اسم لامار معناه البريق او شعاع الضوء، وهو من الاسامي الحلوه جدا والجميله والسريعه. معانا الاسم التاني هو اسم ميلا. اسم ميلا مكون من 3 حروف، من اسامي السهلة قوي ومعناه الشجرة الكبيرة. اسم سهل وسريع وبرضو معناه حلو جدا. معانا كمان الاسم اللي جاي من الاسامي المميزة، وهو اسم كيان. اسم كيان معناه الوجود او القيمة، الحاجة اللي ليها قيمة عالية جدا معناها كيان. طبعا من الاسامي الحلوة قوي برضو. معانا كمان الاسم اللي جاي هو اسم جود. اسم مكون من 3 حروف، اسم سريع وحلو جدا وسهل في النطق ومعناه كرم او عطاء، وصاحبة الاسم طبعا بتبقى مميزة بالكرم وان هي معطاءة جدا. معانا كمان الاسم اللي جاي اسم من 3 حروف، سهل وسريع في النطق، وهو اسم سيلة. واسم سيلة معناه سيلان المطر، المطر لما بينزل بيطلق عليه اسم سيلة. معانا كمان الاسم اللي جاي هو اسم لوسيندا. اسم طبعا حلو قوي وجديد. لوسيندا معناه صاحبة الوجه الجميل المشرق المضيء، طبعا ده يدل ان صاحبته جميلة جدا. معانا كمان الاسم اللي جاي هو اسم ريناد. اسم ريناد معناه صاحبة الرائحة الزكية، وبرده هو اسم البخور اللي بيستخدم في الكعبة المشرفة. معانا كمان الاسم اللي جاي من الاسامي الحلوة قوي والمميزة، وهو اسم قيلة. اسم قيلة معناه الفتاة الجميلة او الرشيقة، وكمان في اللغة الافريقية معناها التاج. الاسم اللي جاي معانا وهو اسم ميرال. اسم ميرال من الاسامي برضو الحلوة جدا ومعناه انثى الغزال. طبعا انا جايبه لكم كل الاسامي سواء السريعه او الاسامي الكبيره على حسب ذوقكم، اختاروا الاسم اللي يناسبكم. كمان معانا الاسم اللي جاي من الاسامي برضو الحلوه قوي. الاسم اللي معانا هو اسم توبا. توبا معناه المراه النقيه، او هو برضو معناه شجره من شجر الجنه. الاسم الجديد اللي معانا هو اسم تولين، وتولين معناها هاله من النور بتكون موجوده حوالين القمر، وده اسم طبعا حلو قوي وكمان مميز جدا وصاحبته هتكون اسمها جميل قوي. معانا كمان الاسم اللي جاي هو اسم جوري. اسم جوري هو نوع من الورود بتتمتع او بتتميز ان هي ليها ريحة جميلة جدا وريحة مميزة قوي. كمان معانا اسم سدرة، واسم سدرة طبعا بيطلق على سدرة المنتهى، وكمان دوت زي كده شجرة موجودة بالاسم ده، فهي برضو من الاسماء المذكورة في القرآن. معانا كمان اسم تمارة، واسم تمارة من الاسامي الحلوة قوي، وتمارة معناها بائعة التمر، يعني بائعة التمر بيطلق عليها تمارة، فدي من الاسامي اللي برضو جميلة جدا. هنا معنا اسم جوان. معانا اسم جوان واسم جديد، هو معناه احد الانهار الموجودة في الجنة، وده طبعا اسم حلو قوي وجميل جدا. نيجي لاسم دارين، ودارين معناه اسم بلد صغيرة موجودة في البحرين بيأتي اليها المسك من الهند، فطبعا ده برضو من الاسامي الحلوة جدا. اسم ريتاج، وريتاج بيطلق على باب الكعبة المشرفة، بيطلق عليها اسم ريتاج، فده برضو اللي حابة تسمي اسم ريتاج اسم جميل جدا. ديما. ديما معناه المطر الهادي، المطر الهادي اللي ما يكونش بقى معاه ولا برق ولا رعد ولا اي حاجة، فده اسم ديما. كمان معانا الاسم اللي جاي هو اسم راتيل. اسم راتيل معناها جاية كده من ترتيل القرآن الكريم، فطبعا صاحبته تتمتع بقى بان هي تكون حافظة للقرآن الكريم وبترتله كويس. اسم كمان لمياء. اسم لمياء من الاسامي الجميلة جدا ومعناه المحبوبة الصدوقة اللي بتكون مميزة مع الناس وبتكون محبوبة جدا.
معانا كمان اسم لينا، واسم لينا معناه ان شخصية طيبة القلب حنونة، كل ده معنى اسم لينا، بتحمل صفات جميلة جدا. معانا كمان الاسم اللي جاي هو اسم راسيل، واسم راسيل من الاسامي برضو اللي تعتبر جديدة، واسم سهل كده برضو معناه الماء العذب او الماء الجاري، فدي من الاسامي الحلوة قوي. معانا الاسم اللي جاي اسم مهرة، واسم مهرة معناها انثى الخيل او الانثى اللي بيكون مهرها عالي جدا وغالي جدا. كمان هنلاقي الاسم اللي معانا اللي جاي هو اسم جالة، جالة معناه المنطقة المرتفعة، او جالة معناه المنطقة المرتفعة او المنطقة العالية، فده برضو اسم من 3 حروف للي بيحب الاسامي السريعة والسهلة. كمان معانا اسم ريما، واسم ريما معناه الغزال الناصع البياض، طبعا ده اسم برضو من 3 حروف، اسم من 4 حروف، سهل جدا للي بيحب الاسامي البسيطة. معانا مايا، مايا ده احد انواع الالماس، طبعا اسم جميل جدا واسم برضو منتشر لكن معناه حلو قوي. معانا كمان الاسم اللي جاي وهو اسم رهف، رهف معناه الفتاة الرقيقة اللطيفة المهذبة، فهو برضو بيحمل كل الصفات الحميدة المفروض تكون موجودة في أي بنوتة، فده اسم جميل برضو. معانا كمان الاسم اللي جاي ماسة، وماسة معناه قطعة ألماس لامعة، يعني أي كده حاجة غالية بيطلق عليها ماسة، فده برضو من الأسماء الحلوة جدا. معانا كمان الاسم اللي جاي وهو اسم تولين، واسم تولين هو معناه ضوء القمر، خاصة لما القمر يكون مضيء جدا ويكون شكله حلو بيطلق عليه تولين، اللي هو الضوء وشعاع القمر. معانا كمان الاسم اللي جاي اسم هو لامار، ولامار معناه ماء الذهب او كسوة الكعبة، وده برضو من الاسماء المميزة والسهلة جدا. الاسم اللي جاي معانا وهو اسم اشراق، واشراق يعني ضوء وجمال الوجه، وصاحبته بتتميز ان وجهها بيبقى مشرق ومضيء وابيض دايما. معانا كمان الاسم اللي جاي من الاسامي الحلوة قوي قوي، ناردين. اسم ناردين وهو نوع من نباتات الزينة، النبات ده بيتميز ان هو ريحته طيبة جدا، ريحته عطرة، نبات من النباتات المميزة قوي. كمان معانا الاسم اللي جاي هو اسم ريفال، وريفال هي المرأة صاحبة الشعر الطويل الناعم، فده بتكون مميزة جدا لوصف الشعر، يبقى ريفال هي المرأة صاحبة الشعر الطويل. معانا كمان تولين، تولين هو ضوء القمر، من الأسماء برضو الحلوة جدا والسهلة، وكمان اللي مش منتشرة قوي. معانا كمان الاسم اللي جاي من الأسماء المميزة قوي وهو سندس، سندس معناها الحرير الأخضر، أو هو بيطلق برضو على ثياب أهل الجنة. كده يبقى احنا خلصنا مجموعة من الأسماء الجديدة وكمان الجميلة جدا ومعناها، يا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، واكتبولي أكتر اسم عجبكم في التعليقات، ومع السلامة.